I was asked by the people here, what did Blinken say? What did Blinken say? They want to know, what is the U.S. saying about the threat? They want to know, what did the U.S. say? اللي حصل اليوم احنا جينا بوقفه تضامنيه مع العائلات السلميه، ولكن تفاجأنا بالقمعه الشديده من قبل الحرس الحدود والشرطه الاسرائيليه ضد هذه الوقفه، وبداوا بالاعتداء علينا وضربنا واعتقال بعض الاشخاص منا، من بينهم اللي هو سلطان سامر سرحان اللي اعتقلوه. مع الأسف كانت ردة فعل عنيفة من الشرطة، برغم أنه إحنا كنا مسالمين وأتينا من أجل الوقوف من أجل أبناء عائلة. هذه مش لليهود، هذه للعرب، تعب أبياتنا وطول عمرنا إحنا عايشين فيها، وإحنا صغار وكبيرنا وإحنا عايشين فيها هذه الدار. وكل واحدة عندها عائلة، وأخوي عنده أولاد، وأمي الثانية يعني عايشة في نفس العمارة، فكل يوم عندهم طخ، عندهم مشاغبات يعني لها الدور، هم هلأ شبكينها صارت سياسة.